قال ابن القيم رحمه الله: لا تفسد فرحتك بالقلق وسهريبو فرها ياكو كوكوجيتيا ذيكي نوسيواسي. لا تفسد عقلك بالتشاؤم وسهريبو اكلياكو كوكوانا موازو مبايا نفالي مبايا. ولا تفسد نجاحك بالغرور وسهريبو كفولوكوكو كوكوجيونا نكوجيفونا. ولا تفسد تفاؤل الآخرين بإحباطهم وسهريبو متمين مزور يوينجين كوكو فيشا مويو. ولا تفسد يومك بالنظر إلى الأمس وسهريبو سيكوياكو كوكو انغاليا يليوبيتا. لو تأملت في حالك لوجدت أن الله أعطاك أشياء لو وتمالي بس يتعون كوا الله جل جلاله أمي كوباتيا فيتو فينجي دون أن تطلبها حتى هوجا مؤومبا. وثق أن الله لم يمنع عنك حاجة بس كوا نحكيك نايماني كوا مولا حاجة كنيما كيتو أوليشو كتاكا إلا ولك في المنع خيرا. اسبكوا كل كوكونيما دانياك كنا خيري. ربما تكون نائما وين ukawewe usiku umelala una habari, lakini kuna watu wamekesha na wakuombea. Kwa sababu gani? Min faqirin a'antahu, pengine ni fukara uliyemsaidia. Au hazinin as'atahu, au alokuwa na huzuni ukampa furaha. Au abirin ibtasamta lahu, au ni mtu tu umeonana naye lakini ukamuonesha uso wa furaha mkunjufu. أو مكروب نفست عنه أو من يمتتزو كم سيدية نايل متتزو ياكي كمون روشيا. فلا تستهن بفعل الخير أبدا وسي أوسي ذراو كفانيا مامبو مزوري كبيسا. شكراً.